أعرب البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عن سروره بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأقباط في يوم عيد الميلاد المجيد. وأكد البابا تواضروس أن مصر لها دور سياسي على مستوى العالم، في إشارة إلى المشاورات التي تتم بين القيادة السياسية وكل المسؤولين في العالم، وتناشد العالم أجمع من أجل السلام، معربا عن أمله في تحقيق ذلك على الأرض. امبارح زارنا السيد الرئيس وكالمعتاد يعني، ودي تعتبر المرة رقم 10 في تهنئته اللي بتبقى بالعيد. 3 مرات عملناها هنا في الكاتدرائية أمبر ويس سنة 15 و16 و17، وبعد كده رحنا العاصمة 18 في الدور الأرضي و19 الافتتاح، افتتاح الكاتدرائية اللي كنا بنصلي فيها امبارح. نشكر ربنا عطايا جديدة وحلوة، ويعني العلاقات الجميلة الموجودة والتآزر اللي موجود بين كل المصريين، عمل بيبقى مهم جدا في صورة مصر. شايفين طبعا البلاد اللي حوالينا وتقسيمتها وانفصالها والحروب اللي فيها والصراعات اللي فيها، يعني الواحد صدقوني لما بيوصل الخريطة ويعني يشوف اللي بيحصل حوالينا ده، فعلا 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 مصر دي في ايد ربنا.